هو كيدخل في تظاهرات حسيسيه للمخاطر ديال الاستنزاف ديال طائر الحسون والقنص العشوائي. على اساس هناك قانون صادر الان في الجريده الرسميه اللي كيمنع الصيد ديال طائر الحسون بكل انواعه، وفي نفس الوقت بانه كاين تضارب على اساس ان القانون كيمنع، ومع ذلك فان الاسواق والقنص الجائر باقي الخدام، على اساس كذلك حتى السلطات المعنيه بالامر والمعنيه بتطبيق القانون باقا كتعطي تراخيص ديال المباريات لطائر اللي هو ممنوع اصلا. وكذلك انا كندخلوا انه هو المساله ديال تربيه الطيور بشكل عام كندخلوا في الاقتصاد الغير المهيكل اللي كيعود عمره ما كيعود بالنفع على لا اصحاب المهنه ولا اصحاب ولا المربين ولا ولا الدوله بحد ذاتها. احنا الان في اطار تحسيسي على اساس ان المخاطر ديال المناع على الماليه بشكل بين قوسين المناع ولا على المربين كلها، يعني انه عندها عواقب ومضاعفات اللي هي خطيره. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.